وفيها. لندن تدرس مجموعة خيارات بعد احتجاز طهران ناقلة النفط. إيران تؤكد أن التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة. والسعودية تفرج عن سفينة إيرانية محتجزة منذ أكثر من شهرين. فكيف نقرأ هذه التطورات؟ بعد أكثر من 3 أشهر النظام السوري يفشل في أحداث اختراق في معركة إدلب. المعارضة تصمد والإيرانيون يمتنعون عن المشاركة في المعارك. فكيف ستتطور الأمور في الأيام القادمة؟ وفي موضوعنا المغاربي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي يستقيل من منصبه على خلفية قانون الفرنسية في المناهج. عبد الإله بيكيران ينتقد القانون ورئيس الحكومة، والبرلمان يصوت على القانون غدا، فهل يمر؟ وفي فقرة الإعلام الجديد، إجراءات مشددة في تركيا بحق اللاجئين السوريين وترحيلهم يثير غضبا وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. نبدأ بالملف الإيراني، حيث قالت الدوحة في بيان إنها تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية. جاء هذا بعد أن أعلنت طهران أن سرعة التحقيق حول سفينة تعتمد على تعاون طاقمها، وذلك بعد تجاهلها الدعوات الدولية إلى الإفراج فورا عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا. من جهتها أكدت لندن أنها تفكر في مجموعة خيارات. رسالة مكتوبة من لندن إلى مجلس الأمن الدولي تشتكي فيها من احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في خليج عمان الجمعة الماضية. وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصف احتجاز الناقلة بالعمل غير القانوني، لكنه فضل الخيار السياسي، ملوحا في ذات الوقت بعصا العقوبات وتجميد الأصول الإيرانية. نحن لا نبحث عن خيارات عسكرية، وإنما عن طريقة دبلوماسية لحل الموقف. إذا قيدت الملاحة في الخليج فإن إيران ستكون الخاسر الأكبر، ومن مصلحتها حل هذا الموضوع بسرعة. وكما قلت، ستكون هناك تداعيات إذا لم نتمكن من حلها بسرعة. ولكن ما مدى قدرة بريطانيا على تنفيذ تحذيراتها ميدانياً؟ إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية، يجب علينا أن نستثمر أكثر في أساليبنا الدفاعية، بما في ذلك سلاح البحرية الملكي، وما نملكه حاليا صغير جدا، بحيث لا يمكن له تأمين مصالحنا في جميع أنحاء العالم. طهران ركزت على الجانب القانوني من الأزمة، معتبرة أن الناقلة ستينا أمبيرو قد خرقت القانون وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه اقتاد السفينة إلى الساحل الإيراني رغم تدخل الفرقاطة البريطانية مونتروز التي كانت قريبة من الموقع، لكن لندن نفت قرب قوتها البحرية وقت الحادث. سفير إيران في المملكة المتحدة حميد بوعيد نجاد قال في تغريدة على تويتر إن التلويح بفرض عقوبات بريطانية أمر خطير، لكن بلاده مستعدة لسيناريوهات مختلفة. عميد الدبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف وفي تغريدة على تويتر دافع عن تحرك بلاده واصفا إياه بالقانوني، وبأن بريطانيا مارست القرصنة ضد ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق. نفس الموقف أعلنه علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني. حتى الآن تجاهلت طهران دعوات إطلاق هذه الناقلة التي تعتبر الثانية التي تحتجزها السلطات الإيرانية رغم عقوبات جديدة تلوح في الأفق قد تفرضها بريطانيا المتطلعة إلى قرارات بفرض عقوبات أوروبية ودولية على إيران إن استمرت في تجاهلها لمطالبها.
حدة التوترات تصاعدت بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في 2 مايو أيار الماضي. بعدها بثلاثة أيام فقط أرسلت الولايات المتحدة مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط. بعده بأربعة أيام فقط تعرضت 4 سفن من بينها ناقلتان سعوديتان للهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز. في 20 يونيو أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة. بعدها بحوالي أسبوعين احتجزت البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية العملاقة غريس وان قرب جبل طارق للاشتباك بانتهاكها أو الاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا. في 7 يوليو تموز قالت طهران إنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015. بعدها قالت الولايات المتحدة إن سفينة بوكسر التابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في خليج هرمز لكن إيران تنفي. بعدها بيوم واحد احتجزت إيران طائر أو ناقلة نفط بريطانية. في الأثناء قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبيري إنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية هو أمر مرفوض تماما. جاء هذا بعد أن أعلنت طهران أن السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسوب في ميناء جدة السعودي في أواخر نيسان أبريل بعد مشكلة فنية. أخيرا أفرجت السلطات السعودية عن ناقلة نفط إيرانية أجبرت على الرسو في ميناء جدة منذ نيسان إبريل الماضي بسبب عطل فني في المحرك. وزير النقل الإيراني محمد إسلامي قال أن الإفراج عن الناقلة تم نتيجة مفاوضات دبلوماسية وسياسية أسفرت عن دفع إيران أكثر من 10 ملايين دولار لميناء جدة، وهي تكاليف إصلاح وصيانة طالبت بها السعودية. الإفراج عن الناقلة الإيرانية هب نسوان يتزامن مع تدهور العلاقات بين المملكة وإيران وقطيعة دبلوماسية منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن ذلك لم يحل دون توجيه الخارجية الإيرانية الشكر على جهود سلطات السعودية وسويسرا وعمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية. ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في ميناء جدة منذ أسابيع عادت بهدوء بعكس موجة عاتية من حرب احتجاز الناقلات بين إيران والغرب. انضم إلينا في الاستوديو مثنى العبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، نرحب بك سيد عبد الله. الآن بعد كل هذه التطورات، هل المعركة اقتصادية بطابع شبه عسكري من خلال إيقاف ناقلة باستعمال أدوات عسكرية، أم المعركة اقتصادية ولكن مدخلها اقتصادي؟ عفوا، عسكرية ومدخلها اقتصادي. يعني أنا أعتقد لا زال لحد الآن الخطة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية باتجاه إيران قائمة على أساس الضغط الاقتصادي، والضغط الاقتصادي يعتقدون بأنه هو يجبر الحكومة الإيرانية كما أجبرها سابقا للجلوس على طاولة المفاوضات عندما وصلوا إلى الاتفاق النووي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية تركز على هذا الجانب لأنه ليس في نيتها ولا في استراتيجيتها الدخول في معركة عسكرية مع الجانب الإيراني، لذلك سوف يبقى هذا. وتعتقد الإدارة الأمريكية لحد هذه اللحظة بأن هذا الجانب يعطي نتائج إيجابية، ويعولون على كل هذه الفعاليات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي على أنها نتيجة لاستراتيجية الضغط الاقتصادي، أي بمعنى أنه كثرة الصياح يعني كثرة الألم من هذا الاتجاهات، لذلك سوف يوصلون هذه، لكنه هذا يعتمد على تطور الواقع العملي الواقع الفعلي فيه. لو نظرنا إلى الواقع في منطقة الخليج نجد بأنه الميدان العملياتي للعمليات العسكرية غير متكامل لحد هذه اللحظة. هذا دليل على أنه تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه جانب الاقتصادي أو الورقة الاقتصادية هي الأهم. في المقابل إيران احتجزت لها فقط سفينة في جبل طارق، وهي احتجزت سفينة وأسقطت طائرة وأعيدت لها سفينة من السعودية. نعم. وكأنه في الصورة 3 أحداث إيجابية لإيران مقابل حدث واحد سلبي. رغم كل العقوبات ورغم كل التهديد ما زالت إيران تبدو متماسكة بشكل ما. كيف تقرأ تسلسل هذه الأحداث؟ يعني احنا لنأخذ الصورة بكافة أبعادها في الحقيقة. تعتقد إيران
بأن كل التحركات التي تقوم بها هي عوامل تسرع الطرف الآخر للجلوس معها على طاولة المفاوضات. إيران لا زالت لحد الآن تقول صراحة وحتى من أعلى القيادة السياسية والدينية فيها بأنه ليس في نيتها الحرب، لذلك هي تتجه إلى هذه الأفعال، وأنا أعتقد بأنه تتطور هذه الأفعال وحتى يمكن تنتقل إلى بحر العرب والبحر الأحمر ومضيق باب المندب لإجبار الآخرين على تقديم حل. يعني اليوم عندما نجد بأنه تحصل حادثة حتى لو كانت عسكرية ففي النهج الإيراني هو أنه هم تحت السيطرة، هذا الموضوع تحت السيطرة الإيرانية للوصول إلى حل. اليوم عندما تضغط على الاتحاد الأوروبي لفتح النافذة الاقتصادية في الحقيقة ليست معنية كثيرا بهذا الجانب، لكنه تعتقد الضغط على الاتحاد الأوروبي سوف يجبرهم على تقديم حلول وبالتالي الوصول إلى حل. شكرا جزيلا لك سيد مثنى العبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. إذن هناك مواضيع أخرى أيضا تهم المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي مع مها. نعم، نضال أثار احتجاز إيران الناقلة البريطانية وتلويح لندن بعقوبات اقتصادية اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد ياسر الزعاتر الكاتب والمحلل السياسي قائلا بريطانيا في ورطة مع إيران وقدرتها على المناكفة ليست كبيرة وترامب لا يأبه للأمر كما يبدو، قد يغير موقفه إذا أصبح بوريس جونسون رئيسا للحكومة. في أوبزيرفر كتب سايمون تيسدل يقول جون بولتون هو الذي أوقع بريطانيا في فخ خطير من أجل معاقبة إيران. وقال الأكاديمي حيدر اللواتي وقال قصة البواخر بين إيران وبريطانيا، واحد، بريطانيا استولت على باخرة إيرانية، إيران طالبت بريطانيا بإطلاق سراح الباخرة، بريطانيا رفضت، إيران هددت بالمثل، إيران استولت أمس على باخرة بريطانية نتيجة الشوط التعادل 1-1، في الشوط الثاني بريطانيا ستتخلى عن الباخرة وكذلك ستفعل إيران. أما عماد الدين الجبوري فعلق على العقوبات المحتملة وقال العقوبات سوف تدمر إيران من الداخل والشعب الإيراني لن يصبر كثيرا، والتزامات إيران كبيرة وكثيرة ولن تستطيع الوفاء بها مع هذه العقوبات. وقال ميشيل ويست غاضبا بعد 40 عاما من العقوبات لقد تمت معاقبة إيران وأعيد فرض عقوبات جديدة عليها، لقد صادرتم سفينة إيرانية بأوامر من الولايات المتحدة، جميعكم أغبياء. ترامب وتيريزا ماي وآخرون يجب أن يطأطئوا رؤوسهم ويعودوا إلى الحوار. أما سايمون بام فغرد قائلا في حين أن مصادرة إيران لسفينة بريطانية ليس قانونيا فكذلك هو الحال مع مصادرة بريطانيا لسفينة غريس 1 الإيرانية، كما أنه لا يمكن فرض العقوبات ينطبق على أعضاء الاتحاد الأوروبي ولا يمكن فرضها على دولة خارج الاتحاد، لذا ينبغي على المملكة المتحدة وإيران الإفراج فورا عن السفن والطواقم المحتجزة. هذه أهم ردود الفعل رصدناها لكم نضال، عودة إليك. شكرا. إلى سوريا حيث أسفر قصف لقوات النظام على آخر معاقل مقاتلي المعارضة في البلاد عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا. هجوم قوات النظام بدأ أواخر أبريل نيسان ما أدى إلى نزوح أكثر من 300,000 شخص. بين أكوام الحجارة في حيه المدمر يجمع محمد ما تبقى من أثاث منزله الذي دمرته طائرات روسية، علّه يستخرج ما استطاع من ممتلكاته التي ضاعت بين ركام المنزل، حيث استطاع محمد الخروج مع عائلته قبل القصف بدقائق معدودة. ركز القصف على قصف الأحياء السكنية في المدينة، ولا زالت الحرائق تنشب في منازل المدنيين، والآن كما نشاهد المدنيين يهلعون إلى منازلهم لكي يخرجوا ما تبقى من أساس منازلهم لكي ينزحوا ويسكنوا خارج المدينة. غارة جوية هي الأعنف منذ قرابة الشهر استهدفت مدن خان شيخون وكفرنبل وسراقب وقرى حاس وكفرومة ومعرة حرما بريف إدلب ومدينة مورك بريف حما الشمالي، خلفت أكثر من 10 قتلى في صفوف المدنيين وعشرات الجرحى، كما دمرت عشرات المنازل وتركت أصحابها دون مأوى.
إلى يومنا هذا ما زال القصف مستمر من الطائرات الروسية والسورية على قرى وبلدات ريف إدلب. تم استهداف اليوم مدينة كفرنبل وقرية معوشورين وقرية كفرومة، مما أدى إلى عشرات الشهداء وعشرات الجرحى ودمار كبير في البنى التحتية. عمليات إبادة جماعية وتدمير ممنهج للأحياء السكنية بهدف بث الرعب والخوف في من تبقى من أهالي هذه القرى وتدمير بيوتهم حتى لا يجد أصحابها مكانا للعيش. بعد أن كانت تلك المنطقة عامرة بالحياة، جاءت طائرة النظام والروسيا لتدمرها عن بكرة أبيها وتهجر سكانها وترهب من رفض التهجير. فقد خير السوريون بين أمرين، إما الموت أو حكم نظام الأسد. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. ورغم الحملة الشرسة لقوات النظام وتشابهها مع حملات حمص وحلب والغوطة ودرعا، إلا أنه عجز عن تحقيق أي اختراق على الأرض، مثل ما نرى على هذه الخريطة. بالأخضر نرى مراكز تمركز قوات المعارضة، باللون الرمادي القوات المدعومة من تركيا، وباللون الوردي مواقع النظام، وبالأصفر مواقع قوات سوريا الديمقراطية. النظام كما نشاهد هنا لم يتمكن من السيطرة سوى على مدينة واحدة هي قلعة المضيق في 9 مايو الماضي، كما لم يتمكن من انتزاع السيطرة سوى على 80 كيلومتر مربع، أي أقل من 2% من الأراضي التي تسيطر عليها قوات المعارضة في إدلب. كما أن خسائر قوات النظام كانت جد مرتفعة في هذه الفترة، فقواته خسرت أكثر من 900 عنصر، وهو رقم يقترب من خسائر قوات المعارضة، ما يوحي بتقارب موازين القوى. كل هذا رغم أن النظام وحليفه الروسي كانا أوفياء للاستراتيجية التي اتبعاها في معارك سابقة، وهي استهداف مرافق استشفائية وحيوية، حيث استهدف الطيران هذه المرة 31 مركز إسعاف و37 مشفى و81 مدرسة. حملة وإن لم تحرز تقدما، إلا أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 600 مدني، بينهم 150 طفلا، وتشريد حوالي 300,000 سوري. ينضم إلينا من باريس عبد الناصر العايد، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد العايد، أرحب بك، أهلا وسهلا. كيف تقرأ عدم تقدم النظام سوى على مساحة بسيطة جدا ومدينة واحدة بالنهاية ليست استراتيجية، ولم يتمكن هو والطيران الروسي، وقد تم الحديث حتى عن قوات روسية برية، من التقدم أكثر في المناطق القريبة من تركيا ومنطقة إدلب؟ يعني باعتقادي في أسباب عسكرية وعلى ارتباط بأسباب سياسية. خلينا نحكي عن الأسباب العسكرية البحتة. بعتقد أنه الفصائل منذ معركة حلب لليوم لهذه المعركة تطورت أساليبها وتكتيكاتها وفهمها الاستراتيجي، وعيها الاستراتيجي للمعارك، وقدرت تستفيد من كل هذه الخبرات بامتصاص القوة النيرانية العالية للطيران الروسي. يعني العامل الحاسم كان في كل هجمات النظام واللي تسبب بعمليات اختراق للجبهات هو القوة النيرانية العالية التي تستخدمها الطيران الروسي من الجو، في ظل عدم وجود أي نوع من أنواع المضادات الفعال ضد هذا الطيران بأيدي الثوار. الآن هم طوروا تكتيكات كثيرة جدا لاستيعاب هذه القوة وعدم السماح لها بالتحول إلى عامل إبادة كما حدث في أماكن أخرى. هذه التطويرات التكتيكية تأتي في سياق استراتيجي يدعى يعني حديثا بالحرب اللامتماثلة، والحرب اللامتماثلة هي يعني بأحد تعريفاتها أنه هي الحرب اللي تمنع تستخدم فيها أدوات خليطة بين مكونات بسيطة وتقنيات عالية، وهدفها منع الخصم من تحقيق نصر عسكري واضح وإجباره على عقد اتفاق سياسي. فالفصائل نجحت في هذا الأمر،
نجحت في تحييد القوى النيرانية الروسية بتكتيكات بسيطة بالواقع. نعم. تعتمد على الانتشار بمفارز نخبة وليس بمجموعات كبيرة. يبدو أن الإيرانيين أيضا لا يشاركون على دراجات نارية بدل التعرف بآليات. عدم تمكن قوات نظام السوري من التقدم. عفوا إذا سمحت. يبدو أن الإيرانيين لا يشاركون في هذه المعارك. الحقيقة لم يسجل مشاركة واضحة، ويبدو أنه إيران مش متشجعة على معركة إدلب بعد يعني بعد الحصار المطبق عليها ومعاناتها بأماكن كثيرة، معاناة ميليشياتها، ومع ما يبدو أن يعني روسيا متواطئة ضدهم مع إسرائيل والولايات المتحدة ضد الوجود الإيراني، وأيضا بعد أن نزح يعني المواطنون الشيعة تم تهجيرهم من كفرية والفوعة، يبدو لم يعد لديها مصلحة كبيرة في معركة إدلب، وليس أيضا لديها مصلحة في مواجهة الأتراك هنا. يعني الأتراك يستطيعون أن يحركوا فيما لو اشترك الإيرانيون في الهجوم على نقاطهم 12 في إدلب والفصائل المرتبطة بتركيا، يستطيعون أن يحركوا جبهات في حلب على اتصال مباشر مع بلدتين أمبر والزهراء اللي كمان شيعيتين والتي تبناهم إيران. شكرا. فيبدو أنه في استقرار بالموازين على هذا الصعيد. شكرا لك عبد الناصر العايد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من باريس. في موضوع ذي صلة، تقوم السلطات التركية بحملة لملاحقة اللاجئين السوريين في إسطنبول والذين لا يملكون تراخيص إقامة رسمية. تفيد أخبار واردة من إسطنبول أن عددا من السوريين رحلوا إلى محافظة إدلب السورية، ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط اللاجئين السوريين. تضيف نفس الأوساط أن الترحيل شمل عددا من السوريين ممن يملكون بطاقات رسمية وليست لديهم أي مخالفات قانونية حسب هؤلاء. أنا اسمي أمجد طبرية، أمجد حمل عدل طبرية، مكمشي بباك سراي، كنت نايم عند قرايبيني ونزلت رح تجيب أغراض ورد أطلع، والكملة ضلت بالبيت، يعني قريب كتير، نزلت كمشت الشرطية قلت له بس استنى لك شوي، شغلت ربع ساعة زمان وبيجي بجيب لك الكملة، دقيت يا أخي مشان يجيب لي الكملة وما استناني، وقلت له استنى شوي ما رضي، كلبشني وحطني بالباص، لحتى اكتمل عدل. حطني بالباص وبعدين أخذنا على مغفر اسمه توزلا كراكون يعني، ورحنا لهنيك وصورونا وخلونا نوقع يعني. وقعنا بالمغفر تبع أكسراي، ولما شفت إنه العالم عم تاكل قتل وهيك إنه بدي توقع، أنا تحالي بدي وقع هيك لح وقع يعني، إذا بدي موت ولا داعش بدي وقع، وقعت يعني والكل عم يوقع رسم عنه مو كيفه. وحتى كمان بتوزلا غرفة عفواً بتوزلا الكراكون عم يضرب العالم يهنوبهم، ويعني عم بيعملوا كل شيء، ونحن وأنا معي كملة نظامية، ونحن كلياتنا بالبيت معنا كمالك، نحن الكل معنا كمالك، 9 أشخاص معنا كمالك ولا واحد مخالف. في بقية أخبارنا، أعلنت النيابة العامة السودانية استلامها نتيجة التحقيقات في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي. وأكدت النيابة العامة أنها ستباشر العمل على التوصيات التي رفعتها اللجنة الأمنية برئاسة مولانا فتح الرحمن سعيد، وهي اللجنة المكونة من المجلس العسكري الانتقالي. تحقيق تلو الآخر، جميعها لم تلبي المطالب الشعبية بالقصاص أو تقدم المتهمين لعدالة ناجزة. النائب العام الذي كلف من قبل المجلس العسكري يعلن اليوم استلامه ملفات التحقيق، لكنه لا يدلي بأي تفاصيل. تم قبل قليل استلام تقرير لجنة فض الاعتصام المكونة بقرار من مكتب النائب العام، وإن شاء الله سوف نطلع على ذلك التقرير وتنفذ إن شاء الله التوصيات التي أتت به. الفصل الرابع في الاتفاق السياسي الذي وقع الأسبوع الماضي بين العسكر والمعارضة خصص للحديث عن اللجنة المستقلة للتحقيق حول فض الاعتصام، والتي ستكون بعد تكوين الحكومة الانتقالية، ما أثار تحفظات الحرية والتغيير.
هذه التحقيقات وهذه النتائج بالضرورة نحن غير معنيين بها، لأنه ابتداء من بداية تشكيل هذه اللجنة قلنا إنه هذه اللجنة غير نزيهة لأنها تشكلت من غير توافق تام وتشكلت في ظروف ضبابية جدا جدا، ومن البداية رفضناها. يتواصل الحراك الشعبي المطالب بالقصاص من المتورطين في قتل المتظاهرين العزل وفتح ملفات المفقودين خلال الاحتجاجات السلمية منذ نهاية العام الماضي وسط تحفظات المجلس العسكري من إجراء تحقيقات دولية. النيابة العامة التي لم تحط الرأي العام بالكثير من المعلومات حول المتورطين في سقوط عشرات القتلى في فض اعتصام القيادة العامة أعلنت أنها ستفصح عن بعض ملامح التحقيقات، كما أكدت استقلالية اللجنة التي أجرتها. سالي عثمان، العربي، الخرطوم. أعلنت جماعة الحوثي مقتل جنود سعوديين بهجوم لمسلحي الجماعة في منطقة جازان جنوب غربية السعودية. وتحدث الحوثيون عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال الهجوم واغتنام أسلحة. هنا على الحدود اليمنية السعودية ثمة تصعيد ميداني حوثي كبير. هذه مشاهد ينقلها الحوثيون من المناطق الحدودية. يحاول الحوثيون بحسب مراقبين تخفيف الضغط عليهم في الجبهات الأخرى أو كسب تقدم سياسي في المفاوضات الراهنة. هنا في جبل جحفان التابع لمنطقة جيزان أعلن الحوثيون عن عملية هجومية أدت إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وحلفائهم من قوات هادي واغتنام أسلحة. التحالف من جهته لم يعلن مقتل أي من جنوده في الحد الجنوبي، غير أن مدفعية القوات السعودية وطائراتها الحربية والهليكوبتر لا تتوقف عن التحليق والقصف على المناطق الحدودية. مؤشر واضح إلى أن السعودية أصبحت هي اللاعب الأساسي في الحرب في اليمن، وبعد ورود الأخبار وحتى هناك معلومات تؤكد أن الإمارات بدأت تنسحب فعلا من الملف اليمني، وبقت السعودية هي اللاعب الوحيد أو الأكبر في الملف اليمني، وهذا تعتبر ورقة ضغط من أجل حالة القضية اليمنية. حوادث متكررة يعلن عنها الحوثيون بشكل شبه يومي، يتسللون خلالها إلى المواقع السعودية، محاور الربوعة ومجازة الشرقية في منطقة عسير ومربع الخماد في منطقة نجران، شهدت معارك ضارية بين الحوثيين والقوات السعودية تبعا للمصادر الحوثية. إذن هي معارك كسر العظم، يدعي كل طرف فيها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرف الآخر. نبيل اليوسفي، العربي. لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بعدما نفذت امرأة هجوما انتحاريا خارج مستشفى في دير إسماعيل خان في باكستان. وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم الذي تم بينما كان يتم إحضار جرحى إطلاق نار سابق استهدف الشرطة. وقال ضابط في الشرطة في المنطقة إن 4 رجال شرطة على الأقل قضوا في الهجوم، مضيفا أن العديد من الإصابات بين الشرطة أو المدنيين في حالة حرجة. إذن نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. زوبات في المغرب. أزمة داخل الحزب الحاكم في المغرب على خلفية قانون تدريس اللغة الفرنسية. أهلا بكم من جديد وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. لندن تدرس مجموعة خيارات بعد احتجاز طهران ناقلة النفط. إيران تؤكد أن التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة. والسعودية تفرج عن سفينة إيرانية محتجزة منذ أكثر من شهرين. بعد أكثر من 3 أشهر النظام السوري يفشل في إحداث اختراق في معركة إدلب. المعارضة تصمد والإيرانيون يمتنعون عن المشاركة في المعارك. فقرتنا المغاربية مع نجلة أبو مرعي. شكرا لك نضال.
قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وقائد الائتلاف الحكومي في المغرب، قال إن الحزب مبني على مبادئ ومرجعية واضحة حسب تعبيره. وهذا هو أول رد من العثماني على انتقادات وجهت لحزبه منذ أن وافقت لجنة في مجلس النواب بالأغلبية الثلاثاء الماضي وافقت على مشروع قانون يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. النواب المحترمين، تداعيات واسعة في البرلمان المغربي عقب موافقة لجنة في مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. رئيس الكتلة النيابية للحزب إدريس الأزمي يستقيل من منصبه على خلفية الجدل وإثر تصريحات حادة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران. بيداغوجيا أساسا طبعا القضية لها علاقة بهويتنا طبعا، ولكن الأساس هو أن هذا القرار غادي يكون كارثة على التعليم العمومي في المغرب، لأنه الجزء الأعظم من الشعب المغربي ما تيعرفش الفرنسية وما عندوش الإمكانيات باش يشرح لولاده بالفرنسية. انتقادات أخرجت رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن صمته. ونستطيعون البيو إن شاء الله الحاجيات ديال المواطنين ديالنا بحزب قوي، بحزب مؤسسات ينطلق من مبادئه والرأي دياله كيقولوا بصراحة، ولكن في إطار المنطق والمعقول بأفق وطني فحرص على الوطن. هذه المبادئ هذه يجب أن نحرص عليها جميعا، وخصنا كلنا نكون يد واحدة للدفاع عنها وللتبات عليها. وإذا امتشنا بهذه الطريقة لا تخافوا على حزب عدالة والتنمية، إن شاء الله سيستمر كما كان. الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وكذلك الأمازيغية، إلا أن المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم تنص على اعتماد التناوب اللغوي وذلك بتدريس بعض المواد بلغات أجنبية. أحزاب وجمعيات عدة انتقدت اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، ورغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية فهم يرون أنه قرار يستهدف فرض لغة المحتل السابق للمغرب. ينضم إلينا من الرباط محسن مفيدي عضو لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية. أهلا بك سيد مفيدي. لنفهم كلام العثماني، يعني هو أيضا قال بأن الحزب حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، هل هذا يعني أن العثماني قرر يضع حدا لمداخلات بن كيران بعدما وجهت له انتقادات بأنه يضاعف موقف الحزب ويخرق النظام الداخلي وهو معروف عنه يعني نزوعه إلى السلطة؟ أهلا وسهلا سيد مفيدي، هل سمعت السؤال؟ هل وصلك؟ هل تسمعني الآن؟ لا لم أسمع سيد مفيدي. سألتك عن يعني كلام العثماني حينما أيضا بالإضافة إلى ما سمعناه في التقرير تحدث عن أن الحزب هو حزب مؤسسات وليس أفراد، وكان هناك انتقادات لبن كيران لمداخلاته المتكررة بشكل يضاعف موقف الحزب ويقسمه. هل برأيك قرر العثماني وضع حد لمداخلات بن كيران؟ لا، الأمر ليس كذلك سيدتي. الأمر نحن في حزب العدالة والتنمية لدينا قاعدة اشتغال أصيلة ومعروفة، وهي قاعدة تقول بأن الرأي حر والقرار ملزم. كل أعضاء الحزب هم أحرار ولهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم بطبيعة الحال في إطار احترام التوابيت الدستورية واحترام يعني قواعد الاختلاف وأخلاق الاختلاف، ولكن في نهاية المطاف للحزب مؤسسات. هذه المؤسسات عندما تصدر القرار يصبح لزاما على كل الأعضاء الالتزام بهذا القرار، ولذلك ولكن هذا يبدو أن بن كيران قرر عدم الالتزام. القرار ملزم وضع لمثل هذه الحالات. لا، هو لم يقر بن كيران، الأستاذ عبد الإله بن كيران الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، هو ليس الآن عضوا في البرلمان حتى يلتزم بالقرار. تمام. أم لا، ولكن فهم أن سيد مفيدي دعني نفهم أكثر سيدتي. نعم، ولكن لنفهم أكثر يعني في الوقت القليل لدينا ما يجري حقيقة في الحزب اليوم، فهم أن استقالة رئيس الكتلة الذي هو محسوب على بن كيران بأنه استجابة له، بن كيران هدد بالاستقالة وربما يأخذ معه أعضاء من الحزب،
إن فعلا نفذ تهديده؟ لا، الأستاذ عبد الإله بن كيران أكيد أنه ليس شخص عادي وسط الحزب، زائد أنه هو رئيس الحكومة السابق، وهو من تسلم الرؤية الاستراتيجية فور اعتمادها من صاحب الجلالة وأمر بتحويلها إلى قانون إطار. نحن داخل البرلمان وداخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال خدنا نقاشات طويلة جدا حول هذا القانون، وأقول لك أنه تم التوافق بين كل مكونات البرلمان حول 95% من النقاط. بقيت نقطة واحدة وهي نقطة إعمال مبدأ التناوب اللغوي. موقفنا الرسمي داخل فريق العدالة والتنمية هو احترام ما جاء في الرؤية استراتيجية، وخصوصا أن القانون الإطار الوثيقة المرجعية الأساسية له هي الرؤية الاستراتيجية، فهذا هو موقفنا الآن. لم نستطع التوافق مع مختلف الفرقاء داخل مجلس النواب حول هذه النقطة. كما قلت توافقنا في حول 95% تقريبا من النقاط، بقيت نقطة واحدة وهي كيفية إعمال مبدأ التناوب اللغوي المتجسدة في مادتين، المادة 2 والمادة 31. لذلك نحن لم نصوت بالإيجاب لصالح هاته المادتين، فهذا موقفنا. و في نهاية المطاف هذا موقف بناء على قرار قيادة الحزب، أما أراء كل واحد فينا هي أراء مختلفة، لكن في نهاية المطاف مؤسسة الحزب اللي هي الأمانة العامة. جيد سيد مفيدي، ولكن هل فعلا الموقف من إصلاح التعليم، سيد مفيدي لو سمحت لي، هل فعلا الانقسام هو اختلاف وجهات النظر على رؤية إصلاح التعليم في المغرب، أم أن هناك تنافس حاد الآن داخل الحزب بين تيار العثماني وبين تيار بن كيران؟ إن كان فعلا الانقسام أو اختلاف وجهات النظر هو على إصلاح التعليم، لماذا لا يكون مع حزب الأصالة والمعاصرة وليس داخل الحزب؟ يبدو وكان هناك انتخابات مبكرة أو صراع على السلطة داخل الحزب مبكر الآن نشهده. لا، الحديث عن انقسام هذا أمر مبالغ فيه كثيرا، ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب مثل هذه النقاشات، والحمد لله هذه علامة صحية. في نهاية المطاف نحن داخل الحزب حي، الأعضاء فيه نحن لسنا في تكنة عسكرية، ولكن الأعضاء أحرار للتعبير عن آرائهم. وكما أقول لك الحمد لله أننا الآن هناك اختلاف، أكيد اختلاف في وجهة النظر وفي النظر للأشياء داخل الحزب، لكن يبقى اختلاف حول قضايا وحول مستقبل الوطن، لا يمكن أن نقارنه بما يقع عند أحزاب أخرى الآن في المغرب. بعض الأحزاب الآن تصل الاتهامات بينهم حول اختلاس الملايير، أخرى هناك اتهامات بالبيع والشراء في التزكيات لمدة انتخابات. الآن نحن داخل حزب العدالة والتنمية الاختلاف فيه الآن، أقول هناك اختلاف حقيقة، وهناك آراء مختلفة وآراء متعددة حول قضية لأنها قضية جوهرية مثل قضية إصلاح التعليم. وموقفنا داخل الحزب وداخل الفريق النيابي بمجلس النواب هو الالتزام بما جاء في الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها صاحب الجلالة وأمر بتحويلها إلى قانون إطار. فمن خلال هذه الأرضية توافقنا مع مختلف الفرقاء. نعم. والمكونات مجلس النواب كما قلت لك حول 95% من القانون. بقيت نقطة واحدة، بقينا متشبتين بموقفنا بضرورة الالتزام بما جاء في الرؤية الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك. للأسف لم نستطع أن نقنع باقي الفرقاء، فصوتنا بالامتناع على المادة 231، وهذا تصويت في اللجنة، ما زال هناك تصويت في الجلسة العامة غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد محسن مفيدي، عضو اللجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية. أعلنت منظمة SOS ميديتيراني غير الحكومية إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام. وقال بيان صادر عن المنظمة إن السفينة النرويجية أوشن فايكينغ في طريقها حاليا إلى البحر المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر. وكانت سفينة أكواريوس التابعة لمنظمة SOS ميديتيراني منعت من الإبحار وحرمت من رفع أي علم قبل 7 أشهر. نبقى في ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة وتوقف عملية شحن النفط الخام في ميناء الزاوية نتيجة لتوقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي. وأضافت المؤسسة في بيان لها بأن الإغلاق تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة 19 مليون دولار.
صادقت حركة النهضة على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي على رأس قائمة تونس العاصمة للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وتنطلق غدا مرحلة قبول الترشيحات لتلك الانتخابات. وأجرت الحركة في يونيو حزيران الماضي انتخابات داخلية على مستوى المحافظات اختار خلالها كبار الناخبين فيه المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية. ختام الفقرة المغربية، الآن نعود للساعة الأخيرة لاستكمالها مع نضال. شكرا نجلة. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، متعهدا بالمضي قدما في مشروع تعديل الدستور السلمي للبلاد. ويسعى أبي البالغ من العمر 64 عاما والذي سيصبح في تشرين 2 نوفمبر رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ اليابان، يسعى إلى تعزيز تفويضه قبل دخول زيادة ضريبية على الاستهلاك حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، بالإضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن. وخرج عشرات الآلاف في هونغ كونغ في مظاهرات متجددة ضد الحكومة القريبة من بكين، وطالبوا بإجراء تحقيقات مستقلة في تكتيكات الشرطة لمواجهة المتظاهرين. ورفع المتظاهرون راية ضخمة كتب عليها تحقيق مستقل لحكم القانون، حيث سقط جرحى خلال مواجهات سابقة بين الشرطة والمحتجين. وتتواصل مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ منذ الشهر الماضي للاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى المحاكم الصينية. أصيب 8 أشخاص بجروح بينهم 7 رجال إطفاء مع استمرار الحراق في منطقة جبلية وسط البرتغال. ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق في منطقة كاستيلو برانكو شمال لشبونة، حيث سقط 114 قتيلا في حرائق عام 2017. وقال الجيش البرتغالي إنه سيرسل تعزيزات لمساندة جهود رجال الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب. الآن عودة إلى الزميلة مها مع فقرة الإعلام الجديد. نعم نضال، في تركيا بدأت إجراءات الرحيل ضد مئات اللاجئين السوريين إلى مناطق الشمال السوري رغم تمتعهم بقانون الحماية المؤقتة. وأثار الرحيل القسري للاجئين إلى مناطق غير آمنة في سوريا غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع الناشط السوري أحمد أبا زيد الذي نشر هذه الصورة وقال: امرأة سورية مسنة تبكي أمام باص الترحيل بعدما اعتقلت الشرطة التركية أفرادا من أسرتها لترحيلهم. وغرد عبد شريقي وقال: في تركيا ترغم لاجئين سوريين على توقيع أوراق ترحيلهم وترجعهم بالمئات على سوريا، بين الذين تم ترحيلهم الأسبوع هذا طفل عمره 12 سنة. كما انتشر فيديو طالب مدرسة سوري تم ترحيله إلى إدلب بالرغم من امتلاكه وعائلته بطاقة الإقامة المعروفة بالكملك، وتحدث فيه عن سوء معاملة السلطات وإجباره وآخرين على توقيع أوراق ترحيلهم. لنشاهد مرة أخرى. وقعت يعني، والكل عم يوقع رسمي لعنه مو كيفه، وحتى كمان بتوصدى غرفة عفوا بتوصدى الكراكون عم يضرب العالم يهنوهم. ضلينا شي 19 ساعة بالباص، نحن مكلبشين، نحن مكلبشين، وأكل دوبا عم يطعمونا ونبوس ايديهم ورجلينا حتى يطعمونا. وبشأن قانونية ترحيل السوريين يقول فضل عبد الغني في تغريدة: اللاجئ إذا ما معه أي ورقة ومخالف 1000 مخالفة ممنوع بموجب القانون إعادته قسريا. مبدأ عدم الإعادة القسرية ملزم لجميع الدول. السوريين اللي خرجوا من سوريا على خلفية الثورة هم لاجئون لهم حقوق، وإن لم يحصلوا على صفة لاجئ من الدولة التي لجأوا إليها هذا لا يغير من وضعهم كلاجئين شيء. وغرد الصحفي موسى عاصي وقال: تركيا تعيد اللاجئين إلى سوريا بالقوة وأحيانا بإطلاق النار لتخويفهم. لم نرى أي بيان من قبل الائتلاف السوري الذي يتحفنا يوميا بعشرات البيانات عن أوضاع اللاجئين في لبنان، ولم نرى أي مناضل لبناني يدعم الثورة السورية ينتقد ما تقوم به تركيا. وفي الكويت قررت السلطات
وفي الكويت قررت النيابة العامة استمرار حجز 12 ناشطا من البدون أو عدمي الجنسية بعد أيام من اعتقالهم على خلفية احتجاجات تطالب بحقوق التجنيس والعمل لأكثر من 200,000 شخص وبعد أيام من انتحار الشاب عايد حمد مدعث. وتصدر هاشتاج الحرية للمعتقلين البدون الترند في الكويت. المحامي محمد فهد العكشان الذي تواجد أثناء التحقيق مع النشطاء المتهمين يقول إنه تم عرض النشطاء على النيابة العامة وغدا سيتم استكمال التحقيق. وغردت مريم العنسي سجنوا بسبب طلبهم حقوقهم، أي قانون وأي دستور هذا؟ ويقول عمدة السلام المواطن الكويتي البدون لا يطمع أكثر من أن يكون مواطن عادي ولا يفكر بمناصب ولا غيره. الخوف والرعب من العنصريين الحكوميين ما له منطق ولا أساس غير أنهم يعثون في الأرض فسادا. وكعادتنا نختتم فقرة الإعلام الجديد مع فيديو اخترناه لكم من منصة أنا العربي لنتابع معا. They killed my mom, my six brother, them. Where are they now? They killed them. They are in the mass graves in Sinjar. The Nobel Prize. It's incredible. But they gave it to you for what reason? When ISIS attacked us in 2014, they killed six of my brother. They killed my mom too. But ISIS is gone. It's not about ISIS. It's about I'm in dangerous. My people cannot go back. They killed my mom, my six brother. Them. Where are they now? I am a Rohingya from Bangladesh refugee camp. Most of the Rohingya refugees are willing to go back home. What is a plan to help us? Where is that exactly? Where? Indian Uyghur population are locked up in concentration camps, including my father. He's now serving life sentence. Where is that? Where is that in China? نهاية فقرة الإعلام الجديد. عودة إلى كنضال. شكرا لك ما. وننهي برنامجنا كالعادة بكاريكاتير اليوم عن تعثر قوات الأسد في معركة إدلب.